زينة نمرود صارت معنا بالاستوديو وبلشت تخلط الورق ونحن رح نبلش ناخد اتصالاتكم. بونجور زينة. بونجور. ناطرين الناس اليوم على القد وقتنا. رح نبلش ناخد الاتصالات لمدة تقريبا 15 دقيقة. ألو ألو. بونجور. أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك غالية. نعم. بنت مريم. اها. 1189. نعم. بدي أعرف إذا بده يصير ارتباط مع عمران بن موزة 29 73، وإذا لا بدي أعرف إمتى بدها تنتهي، وإذا إيه بدي أعرف إمتى بده يصير. معروف. ما تقولي يا. طب هي عم تسأل. ما تقولي يا. طب شو بدي أقول لها الحقيقة؟ ما في. شوفي. جواب على كل اللي سألتيهم، كيف الطريقة عم تسألي هيك وهيك، كيف ما كان سؤالك، ما في عندك لا معه ولا مع غيره هلا ارتباط أو زواج. ليك كيف مربوط؟ إشارة تنتهي هالعلاقة، حتى ما رح يبلغك لإلك، كأنه بيجي صديق بيحكيك أو بيخبرك شو عم بيصير عن جد. شهم. إيه، أو إنه يمكن يكون بالسجن. عم ببين زينة شو بكي؟ يمكن يكون بالسجن حتى ما يقدر يقول لك او بو شيء هو. ليش هيك الاخبار؟ بده يجي حدا يخبرك. بعتذر. ايه بس هي العلاقه ما تتاملي فيها كثير. حلو. نسيها. اذا هيك مبلشين اتفقنا يعني. ناخذ اتصال جديد. الو. الو بونجور. اهلا وسهلا، تفضلي. حبيب معك امال. بدي اسال عن بنتي رنا، عمرها مواليد 81. بدي اعرف عن حياتها الشخصيه وعن زواجها، عن بعد مش مجوزه بعد يعني، عن عاطفيا وعمليا اذا بتريدي. عم تعصب كثير وزعلانه كثير، صحتها منيحه، شغلها ازبط شيء مبين عندي بالورق، مبين عندي صحه منيحه، انتصارات بالشغل على تقدم بالمستقبل القريب والبعيد كتير منيح، عاطفي ما شايفي ابدا حدا عاطفي، حتى ما عم شوف رجل مناسب لإلها. يعني اوقات ما بيكون في عاطفي، بس بيكون في رجل مناسب ببين بننصح الشخص فيه. ما مبين عندي لا عاطفي ولا حدا مناسب لإلها هلا، بس اي شيء تاني كله منيح حدا. الحمد لله. بس الامات بهمهم كمان العاطفه زين. انه اذا ما في عاطفه سيدة شو بنعمل؟ رح ناخذ اتصال جديد. الو. الو. الو بونجور. يا هلا، مين معنا؟ بليز انا بس بدي اسال عن خيي. محمد. الوالده سميره. قد ايه عمره محمد؟ خلقان بشهر 5 75. اوكي، عن شو اكثر شيء بتحبي؟ بشكل عام. بشكل عام شغل اكثر، حياه عاطفه؟ لا، الحياه. هو مزوج. اوكي. مزوج. العاطفه مش عم يعرف يبرهن او يبين العاطفيه اللي بقلبه. اول شيء عاطفيا مبين عندي ما عم يشغل عاطفته او ما عم يظهرها، وهذا شيء غلط. عنده مشاكل بنقله، نقلها خطوه عملها بنقله، يا ريت ما عملها، ورطته بمشاكل. بس باذن الله من هلا ل 8 اشارات موعود بشغل رزقه منيحه لإله، بس ما رح ياخذ هالوقت كله 8 اشارات، هو موعود بثمان اشارات، بس فجأة رح ياخذ خبر قبل وبينحل هذا الموضوع كله معه. هي هالخطوة أو هالمشروع اللي عمله جديد أو هالنقلة نزع له كل تخطيط الرجلجية اللي مرجلجة، مرجلج كل شيء كان مظبط أموره، هالنقلة هي خربطت له شوي، بس بيرجع بيمشي حاله. إن شاء الله. اتصال جديد. ألو. ألو. الو. اهلا وسهلا، مين معنا؟ بونجور، معك سميرة بليز. تفضلي سميرة. فيني اسال مدام؟ اكيد. عن مين بتحبي تسالي؟ بدي اسالها عن شباب، عندي 3 شباب عنهم نعملي معروف. 3؟ يعني شو اسم امها؟ شو اسم والدتك؟ ايفون. اوكي. شو بدهم مساعدة الشباب؟ بدهم كثير كثير مساعدة. عم يبين لي واقفة يعني اكثر من رهنة حالك او قاتلي حالك عليهم، مستعده على كل شيء كرمالهم، مثل كل ام، بس انت زياده يمكن لانه ما شايفه انه في مساعده حدهم
وانت ما عم تقدري تعملي لهم شيء، هذا الشيء اللي زعجك. ثلاثتهم بدهم مساعده كثير قويه، في شخص منهم عم ياخذ قرار بفصل علاقه او امضى عنده اياه، اخذ القرار خلص رح بيضيع او يشيل، مش يضيع هلا بمعنى عم يعطيني الورق انه رح بيضيع هالأمضة او هالعقد بينه وبين الاشخاص، بس بيكون احسن لإله. الاولاد ثلاثتهم بدهم مساعده، ثلاثتهم باينين عندي يعني انجا مظبطين حالهم، بس كتر خير الله شغلهم منيح. في شخص منهم مرق هيك بظروف، واحد منهم مرق بظروف شوي صعبه، بس الحمد لله طلع منها. يعني ما عم بقدر افتح لك على كل شخص بواحد، لانه اذا بفتح لثلاث اشخاص لحالنا بدهم نص ساعه. الله يخلي لك اياهم بشكل عام. منيح منيح الاولاد. اتصال جديد. الو الو، معنا كمان اتصال، واتصالاتكم عم نتلقيها على 0464، وطبعا اذا بتحبوا تتصلوا بزينة على 0337 8300 تحت الهواء. الو الو، اهلا وسهلا، مين معنا؟ فيرا. تفضلي فيرا. اسم ماما دولي. عمري 31. اوكي، بدي اعرف عن الشغل والارتباط. يلا فيرا، صار لك بس انت اشاره وحده هي سنة، منا أشهر، صار لك سنة بس حاسة إنه ضيعتي كتير وقت، ضيعتي أربع كأنه أربع سنوات من عمرك راحوا هيك بدون نتيجة. صار لك إشارة حاسة مثل ما بقولوا بالسخن، قررتي تاخدي مواقف جديدة، ما تخطي خطوة إلا ما تكوني كتير متأكدة منها. برافو عليكي، مغيرة أصحابك، مغيرة كل أجوائك، شغلك منيح، رزقتك منيحة، حب هلأ ما في، لا حب ولا ارتباط هلأ في، في عندك ببين اسمك أو شغلك اللي عم تشتغليه يظهر بطريقة بتاخدي عليه مكافأة أو ثقة أكتر بشغلك، ممتاز شغلك، صحتك منيحة، بس العاطفة ما مبينة عندي، في عاطفة صادقة. اليوم زينة ما بعرف، ما بعرف ما في حب هيك. اليوم لا مش معقول، مش ما في معقول. حب مزبوط. اتصال جديد. ألو ألو، مرحبا، أهلين، مين معنا؟ معكي منى. تفضلي منى. بدي أسأل عن جوزي وشغله وإذا عنده سفر. أوكي، شو اسمه؟ اسمه هادي. واسم والدته؟ والدته على الهوية ولا حسب ما متعارف عليها؟ شو زينة؟ على الهوية. وشو بينادوها؟ بينادوها سامية، وهي على الهوية نزيرة. حلو، ما في فرق بين نظيرة وسامية أبداً. قد ايه عمره زوجك؟ عمره هو مواليد السبعين. يلا سبعين. شوفي، معند على أنه يسافر أو يروح على الغربة، بس عناده ما عم بيوصله لنتيجة. هلأ هو حرام عم يسعى وحابب، وحابب يشتغل وحامل مسؤولية، بس غربة ما فيه، الماديات وسط، نجاح نجاحه هون ما عم بيلوم الورق لأله هو بنجاحه، أنا عم بيّن لي إنه ما في إمكانيات عنده أو ما في عنده طاقة، أو كأنه واحد ما عنده اختصاص أو شغلة بإيده، يعني ما عنده مهنة أو شيء، إيه ما عنده الإمكانيات، بس منيح بيمشي حاله، صحته منيحة، بده وقت، بده وقت ليقدر يزبط أموره المادية. هلا بدنا سؤال عن الحب، ويكون في حب كثير كثير قوي، شو رايك؟ شوفي لي حدا مغروم وساليني هلا عنه. هون بيناتنا في، بس بدنا نشوف على الاتصالات بالاول. الو الو، اهلا وسهلا، مين معنا؟ الو بونجور. بونجور، معك سميرة. يا هلا، تفضلي. بدي اسال عن وضع اولادي وعن زوجي، وعندي عقار بدي اشوف اذا بتنحل مشكلته ولا لا. كتروا يا زينة. شو شو اسم امك؟ الماما شو اسمها؟ سميرة. سميرة، بدنا نطلب منك لو سمحت توطي صوت التلفزيون على الآخر لتقدر تسمعينا بس من التليفون، لحتى نقدر نتواصل معك، لأنه هيك عم بيكون في ديلي. أوكي لحظة. لكن بدنا نعرف شو من سميرة زينة؟ اسمها عمرها واسم أمها. عمرك واسم والدتك لو سمحتي. عمري أنا مواليد 69. نعم. ماما وهيبة. شكرا لاتصالك. بالنسبة للأرض هلأ ما في أمضة، بس منيحة هالأرض، يعني هالرزقة منيحة،
رح يجي وقت ضبطوا أموركم من وراها، يعني هتكون رزقة مفيدة لألكن. صحة منيحة، في قلق كتير وتلبيك من ورا شخص بقلب العيلة عم يلبككم من إيده، يعني مش إنه شغلة ربانية أو بمرض أو بوضع هيك إجا فجأة هو ملبككم، هاي مش بقلب بيتك الموضوع. الأولاد منيح، بدنا نسأل عنهم واحد واحد، بدنا أسميهم. الوضع منيح، المادة منيحة، أمضى ما في في قرار محكمة رح تاخدوه من هلأ لإشارتين بالضبط بيكون لمصلحتكم، خبر حلو. لكن للأشخاص اللي بيحبوا ياخدوا معلومات أكتر زينة أو يتواصلوا معك بشكل مباشر على 033-78-300 من بعد ما تخلص هالحلقة. اتصال جديد. ألو ألو بونجور. يا هلا، مين معنا؟ كيفك مدام؟ يا هلا من بيروت. تفضلي. بدي أسأل عن بنتي ريم. ريم مواليد جوية 92، مقربة على الشغل لبرا وبعدها ضايعة وزواج وحب وكل شيء عنا. شو اسمها؟ ريم. ريم، ريم شطورة موهوبة، موضع ثقة، عاطفي حدا ما في، ملبك شوي هلأ بموضوع شغلة، في عندها نقلة، خلينا نشوف إذا لغربة. لا أنا ما شايفة لغربة، أنا شايفة نقلة مش كتير بعيدة، مش تركة كمان، يعني مطرح ما هي ما بتترك تنقل من مكان لمكان، وظيفة كأنه من بوست لبوست بنفس المكان يمكن أو بنفس الوظيفة من مكان لمكان، عندها انتصار ومادة بتكون أجواء أحسن. أنا بفضل أنه ما تتغرب، عم يبين لي علامة استفهام ما عجبتني بالنسبة للغربة، وعاطفة ما في هلأ، بس منيح رزقتها منيحة. بعد عنا كم دقيقة زينة رح نخلي المشاهدين يستفيدوا على 0464. ألو ألو بونجور. يا هلا، مين معنا؟ معي غادة. تفضلي غادة. بليز بدي أسأل عن بنتي ب 13 أيار سنة 94، حياتها العملية وحياتها إذا في شيء على الطريق. عنيدة، عنيدة بنوتك؟ عنيدة كثير. عنيدة مبينة عندي عنيدة، عم بيوقف لها نجاحاتها، عم بيوقف لها نجاحاتها خصوصا هيدي السنة، حتى أصدقاء لإلها إن كانوا بعاد ولا قراب رح يبعدوا شوي عنا من وراء عنيدة، أو إنه يا إنك مغنشتيها كتير تا ما بدها ما بتقبل إلا هي اللي بيناسبها أو اللي براسها حتى لو كان غلط. لكن صحتها منيحة، عاطفة ما في، ما في خطورة حدا، الأشخاص الحدا كلهم قادر عليهم، يعني أي شيء بتواجهه قادر عليه، حتى نجاحاتها أعطيها شوية وقت لنجاحاتها توصل لنجاحات. عندها زواج بس مؤخر كتير، بس تتزوج عندها عائلة بالنتيجة. كتير منيح وأخيرا يعني ايه. هذا انزبط معه لو بعد شوي، حتى ما حتى بدون حب كمان زينة طب خلص 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 زواج مش رح ناخذ أول سؤال اليوم خصوصا. ألو ألو يا هلا، مين معنا؟ بونجور. بونجور ماريا معك. تفضلي. بدي أسألك عني وعن جوزي وعن صحتي. أوكي، قد عمرك؟ أنا 34. واسم الوالدة؟ وجيها. يلا من ثلاث إشارات مرقتي بظروف صحية مش منيحة، هذا الشيء مش من هلأ بيّن عندك، عم بيّن عندي بس خلصت 30 سنة مرقتي بظروف مش كتير منيحة، بس الحمد لله طلعتي منها، صحتك هلأ منيحة، اللي خسرتيه يلي خسرتيه منك راح بس مش مشكل عليك خطورة ولا رح بينعاد أي شيء. خطورة ما في، خطورة أبداً ما في. بدي منك ترجعي تحكيني بعد الحلقة بركي شي وحدة وربع وحدة ونص. وعلاقتها مع زوجها كيف؟ خلي تحكيني تحت الهواء. اتصال جديد، يمكن هيدا الاتصال الأخير لليوم. ألو ألو يا هلا، مين معنا؟ بونجور. بونجور، تفضلي. فينا أحكي مع مدام زينة؟ تفضلي أنت على الهواء، تفضلي. طيب بدي معك غنى
نعم غنى، قد ايه عمرك غنى؟ 26. اوكي، عن مين بتحبي تعرفي عنيك؟ بدي اسال عن العاطفه والزواج. شو اسم امك؟ حياتي الشخصيه لك. شو اسم والدتك؟ هلا هلا، شكرا لك غنى. زينه، ايه مسك الختام هاي. ليك شو عم بين لي؟ ايه عصبيه، زواجك ناجح، ساعدي حالك بالشغله الشاطره فيها، استعمليها تتكوني منتجه. حب هلا ما في، صحتك منيحه، صحتك منيحه، استعملي موهبتك. انطري العاطفه، انطري الزواج، استعملي ذكيك تتبين موهبتك. موفقه زينه، ميرسي. اليوم منيح انه بنحب بعض شوي لحتى يكون في شويه حب في لا موجود. شكرا، موجود، موجود. اهلا وسهلا فيكي، رح ناخذ وقفه سريعه وبنرجع.